اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هل النادي الاهلي ينتمي لمصر ولا لا؟ او ينتمي لاتحاد كره القدم المصري بالتحديد ولا لا؟ سؤال مش محتاج اجابه. ليه؟ لان النادي الاهلي هو الاهم والافضل والاعرق والاكثر حصولا على البطولات في مصر خلال من 1907 وحتى الان، مش كلامي ولكن بالارقام. تخيل حضرتك ان النادي الاهلي في هذه اللحظات تحديدا او خلال هذه الفتره، وانا الحقيقه سمعت كابتن خطيب بيتكلم في هذا الامر قبل موضوع قبل الانتخابات الكابتن خطيب بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن حاجتين مهمين جدا، او حاجه مهمه جدا قبل ما اخش بس على موضوع الاصابات. حاجه مهمه جدا جدا جدا، قال ايه؟ قال يا جماعه احنا هيبقى عندنا تضارب في مواعيد مباريات كاس العالم للانديه مع كاس الامم الافريقيه. الكلام ده من امتى؟ من شهر او من ثلاث اسابيع، شهر تقريبا. من شهر شهر وشويه كمان. تخيل حضرتك ان حتى هذه اللحظه، وانا كمان مستغرب جدا، لانه كان برضو في نفس هذا التوقيت تقريبا او قبله بشويه او الوقت ده، كان انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي كان موجود هنا لافتتاح مقر المنتخبات الجديد، المنتخبات الوطنيه الجديد ومشروع الهدف. طب لماذا لماذا لم يتم حل هذا الامر والراجل موجود؟ وطبعا كان رئيس الاتحاد الافريقي موجود، والنادي الاهلي دائما ما يتبع مثل او يتبع القوانين والطرق الشرعيه في هذا الامر. بمعنى ايه؟ بمعنى النادي الاهلي ما بيروحش يكلم حد كده ولا لا، النادي الاهلي بيبعت جوابات رسميه لكل من له مسؤوليه على هذا الامر. يعني الاتحاد، النادي الاهلي بعت للاتحاد الدولي بمنتهى الادب، والاتحاد المصري الاول طبعا، ثم الاتحاد الافريقي، ثم الاتحاد الدولي في الاطار الشرعي للتواصل ما بين النادي الاهلي وما بين كل الاتحادات القاريه والدوليه الخاصه والمعنيه بهذا الامر. اين مسانده اتحاد كره القدم؟ هو حضرتك فين يا كابتن احمد؟ مهندس احمد مجاهد، هو حضرتك فين؟ حضرتك، انا ما اعرفش الصوره موجوده يا شباب، لو موجوده وريها لي، لو سمحت حطها لي. حاجه غريبه جدا، هو ليه حضرتك زي ما بتعمل افتتاح وبتظبط الموضوع، لماذا لم تتكلم في شأن نادي مصري كبير يحتاج الى تدخل من حضرتك علشان عنده ناس مش هتلعب؟ وما تزايدش حضرتك، لان انا هرجع للمزايده دلوقتي في موضوع المنتخبات، حالا في موضوع المنتخبات. ولكن لماذا لا يتدخل الاتحاد المصري بشكل او باخر في هذا الامر؟ هو لازم النادي الاهلي، دائما ما يسلك الامور بشكل شرعي. فين الصوره يا شباب؟ حطوا لي الصوره، الصوره دي والصوره بتاعت وهو في قطر. طالما حضراتكم بتقعدوا قوي كده وشايفين، ما تقعد وانت قاعد كده يا كابتن احمد، قول للانفنتينو وقول لموتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي، من فضلكم يا جماعه محتاجين نظبط المواعيد او نشوف المواعيد تتظبط ازاي، لان النادي الاهلي هو اكثر المتضررين في هذا الامر، مش حد تاني. النادي الاهلي هو اكثر لو منتخب مصر، يا رب ان شاء الله، يا رب يا رب نوصل لنهائي كاس الامم الافريقيه زي ما ان شاء الله ربنا هيكرمنا ووصلنا لقبل النهائي في البطوله العربيه، يا رب نوصل لنهائي بطوله الامم الافريقيه. النادي الاهلي هيعمل ايه؟ هو النادي الاهلي ده راح يلعب باسمه؟ النادي الاهلي رايح بيمثل مصر والقاره الافريقيه في بطوله كاس العالم للانديه. حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. نحافظ على الشكل الدولي. المهندس احمد مجاهد رئيس الاتحاد او اللجنه الثلاثيه التدريبيه للاتحاد المصري لكره القدم، والمهندس هاني ابو ريدة عضو الاتحاد الدولي، وانفنتينو رئيس الاتحاد الدولي، متسبي رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي. انا مش فاهم يا باشمهندس احمد، هو النادي الاهلي هو في ايه يا جماعه؟ هو في ايه؟ هات لي الصوره الثانيه. هو في ايه يا جماعه؟ من فضلكم، النادي الاهلي لا يطلب الا حقه. من شويه النادي الاهلي واصله لا لا يا جماعه، النادي الاهلي يريد حقوقه فقط. يعني انا بتعاقد مع كل هؤلاء اللاعبين علشان في الاخر، وبدفع لهم كل الفلوس دي علشان في الاخر ما يلعبوش معايا في اهم بطوله اهو. هو ليه حضراتكم ما اتكلمتوش يا كابتن احمد مجاهد مع ادي متسبي وادي انفنتينو؟ ليه حضراتكم ما اتكلمتوش معاهم؟
الموضوع أبسط من كده بكتير. حاجة غريبة جدا، ده كل شوية، ده كل شوية واضح إن يعني فيا جماعة لا،